العجيب انه بعض الناس يغفل عن ذكر الله. حدثني احد الرقى ممن يرقي لوجه الله قال جاءني جماعة وقالوا يا شيخ جاءني جماعة وقالوا يا شيخ يا شيخ قلت ماذا تريدون؟ قال عندنا هذا العريس، بين قوسين باللغة العربية العروس الذكر، ها لأنه العروس تطلق على الذكر والأنثى، بس أنا حكيت العريس يعني بالعامية بلاش تفهم علي غلط. قالوا هذا العروس اللي هو إيش بين قوسين العريس لم يستطع أن يدخل على زوجته، هو فحل وقوي لكن عندما أراد أن يدخل على زوجته لا قدرة عنده على الجماع. فلو سمحت تعال فرقه أو نحضره لك حتى ترقيه. فقال لي سألتهم سؤالا، هل هذا العريس يصلي؟ قالوا لا والله بيقطع وكذا لا يصلي. قال تريدون أن أقرأ عليه وهو لا يصلي؟ ليصلي أسبوعا على الأقل ثم راجعوني، ليصلي أسبوعا على الأقل خمس صلوات، إذا أربع صلوات تجوز خمس صلوات، ويا ليته يصلي في المسجد أيضا. فقالوا حسنا يا أيها الشيخ سوف نفعل ونأتيك بعد أسبوع. وبعد أسبوع من الاتفاق اتصلوا به وقالوا أيها الشيخ جزاك الله خيرا، ما إن حافظ على الصلاة فبعد ثلاثة أيام إذ به ترجع إليه القوة ويبتعد عنه الشياطين، يبتعد الشياطين. ما هي واضحة تارك صلاة إذا سوف تأتي شياطين، الغافل عن ذكر الله ستأتي شياطين.